بمستشفى ابن سينا بالمسالك البولية، عضوة في المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات ذوي سنتين من التكوين. نحن نقوم اليوم بهذه الوقفة في غياب استجابة الوصارة الوصية للمطلب الرئيسي ديالنا، المطلب اللي هو ترقية استثنائية لهذه الفئة التي قدمت الكثير من الخدمات الجليلة، قدمت يعني حربت الأوبئة، صعدت بالمنظومة الصحية من درجة اللي هي كان في الأقصى إلى درجة جد مشرفة، وفي الأخير كيتم الإقصاء ديالها في هذا المرسوم المشؤوم اللي هو المرسوم ديال جوج 17535. نحن سنقوم بتصعيد يعني الوقفات ديالنا والاحتجاجات ديالنا، نحن نكن للمواطن كل الاحترام. ماذا بنا هذا الغياب ما يأثرش على يعني على الخدمات اللي كيقدمها الممرض في القطاع الصحي. على هذا الأساس خدينا يوم السبت اللي هو يوم اللي هو الناس كيكونوا فيه يعني في عطلة أسبوعية باستثناء المصالح اللي كتكون فيها الحراسة. دونك كنقولوا بأن هذه الوزارة الوصية لم تستجب ولم يعني ما لمسناش منها أي أذن صاغية، لهذا نحن نقر بأن هذه الوقفات ديالنا غادي يتم التصاعد ديالها بشكل يعني منتظم، لأن نحن نأبى ثم نأبى أن يتم الإقصاء ديالنا، ونحن لسنا فئة في إطار الانقراض، بالعكس فئة تستحق كل الاحترام وكل التقدير وأولى الإجلال. الوزارة الوصية هي المسؤولة على هذا الإقصاء، لأنه نغمة المهم اللي كنبغيو مثلا نهيكلوا واحد القطاع ما عمرنا ما كنساو لي بيلي ديالو، يعني الناس اللي هما القدام، هاد الناس اللي القليل فيهم عنده 23 عام سنة من الأقدمية، على الأقل يتم الاحترام ديالهم وما يتمش الإقصاء ديالهم بهذا الشكل. أخ هشام بن سليمان من التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذو سنتين، اليوم كنجتمعوا هنايا على حساب واحد الطلب، واحد المطلب عندنا اللي هو مع الأسف جاء من حط واحد المرسوم ديال 2/17/535 الذي صدر في شهر شتنبر 2017 والذي لم ينصف إلى هذه الشريحة من سنتين، وحنا اليوم كنجتمعوا هنايا باش نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين، لأن الصوت ديالنا ليس بهذا، لأن حنا إن شاء الله اليوم كنحاولوا نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو الترقية الاستثنائية للمسؤولين ديال وزارة الصحة.